وتحليلا للأوضاع في الجنوب اللبناني وعلى الصعيد اللبناني ككل، ينضم إلي عبر الإنترنت أيضا من بيروت السيد أمين قموريه، الكاتب والمحلل السياسي. سيد أمين، تحياتي وأهلا بك. صباح الخير. صباح صباح الخير. الخير. يعني بداية، كيف هي الأوضاع الآن ما بين جد وشد بين حزب الله وبين إسرائيل في الجانب الشمالي من إسرائيل والجنوبي للبنان، مع مخاوف من امتداد الصراع إلى أن يكون صراعا إقليميا بعد تأكيدات حسن نصر الله وتأكيدات أيضا إيران أنها ستقوم بالرد على اغتيال فؤاد شكر وعلى اغتيال إسماعيل هنية سواء في طهران أو في الجنوب اللبناني؟ كيف هي الأوضاع؟ كيف تراها الآن؟ طبعا يعني منذ 8 اكتوبر وحتى اليوم لبنان يعيش حاله حرب حقيقيه، يعني لا سيما في مناطق الجنوب وصولا الى بعض العمق اللبناني، لكن بالتحديد منذ نهايه الشهر الفائت وبدايه هذا الشهر اخذت الامور منعطفا خطيرا، لا سيما بعد اغتيال القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر، ولا سيما ايضا بعد الذي حصل في طهران من توجيه ضربة قوية للسيادة الإيرانية إذا صح التعبير باغتيال ضيف عزيز عندهم هو رئيس حركة حماس، رئيس المكتب السياسي في حماس، نعم، إسماعيل هنية. لا شك أن الوضع خطير للغاية، هناك تهيج، هناك انتظار، هناك ترقب لما سيحصل. طيب، هذا الترقب سيد قموريه، يعني اسمح لي، هذا الترقب وتحديدا بعد ان اعلن امين حزب الله حسن نصر الله ان هناك سيكون رد ورد قوي وان الرد قادم بلا هواده، طبعا ده على اغتيال فؤاد شكر، وايران قالت نفس الكلام، وان كان نصر الله حاول ان يجد مخرجا لايران وسوريا من موضوع الرد انه ليس بحاجه ولكنهم يحتاج الى العتاد. كيف ترى شكل الرد من حزب الله، خاصة أن من تم اغتياله هو الذراع الأيمن لحسن نصر الله وثاني رجل في حزب الله؟ بالنسبة لحزب الله الرد يجب أن يكون، لأنه إذا لم يرد حزب الله لا شيء يمكن إيقاف جنون نتنياهو، يعني نعم، ممكن العمليات تزداد، ممكن أن تستهدف قادة آخرين، ممكن أن تستهدف ما هو أبعد البنية التحتية، ليس فقط للحزب إنما البنية التحتية اللبنانية، لذلك لا بد من الرد، لكن حسابات الرد كما تعلم دقيقة للغاية، صحيح، لا سيما أن هناك مخاطر من أن تتوسع هذه الحرب لكي تصبح إقليمية، تصبح حربا شاملة. طبعا اليوم الحزب يعني يستخدم السلاح النفسي مثلما تقوم إسرائيل بالعمل النفسي، إذا يقول أنه سيرد وباعتقادي سينتظر اللحظة المناسبة للرد، لكن ما هو هذا الرد؟ نعم. بطبيعة الحال عندما استهدفت الضاحية الجنوبية وهي يعني جزء من مدينة بيروت وبالتالي هذه منطقة سكنية، هذه العاصمة، فبالتالي أي رد يجب أن يأخذ هذا البعد الجغرافي. ثانيا استهدفت منطقة موجود فيها سكان، يعني منطقة سكنية أو منطقة الضاحية الجنوبية، هذا الاعتبار أيضا يجب أن يكون موجود. ثالثا قتل مسؤول كبير في الحزب، فأي رد يجب أن يكون على المستوى نفسه، ولكن بطبيعة الحال لأن حزب الله ليس وحده، لأن المسألة تتعلق بكل المحور، لأن الحسابات السياسية دقيقة للغاية، فلا بد من انتظار الوضع، قراءة الوضع السياسي بعمده. الوسطاء يقولون أن هناك وساطة لمنع الرد، هذه الوساطة البعض يقول، حتى سمعنا وزير الخارجية الأمريكي يقول أنه يريد فرصة لإنهاء الحرب في غزة. باعتقادي إذا توصل المفاوضون إلى وقف الحرب في غزة، أعتقد أن هناك فرصة لأخذ الأمور في مسار آخر، مسار تهدوي، لكن هذه الأمور لا يمكن أن تستمر طويلا. نعم. لذلك أعتقد أن حزب الله يدرس خياراته، سيحاول الرد بأي طريقة، إلا إذا فعلا استطاع الأمريكي أن يضغط على نتنياهو للقبول بالحل، لكن على ما يبدو. وفي هذه الحالة إذا حدث، يعني نحن نتحدث الآن عن اتصال هاتفي بين بايدن والسيسي وتميم لإقناع أو إيقاف الحرب، ونتنياهو قال أنه سيبعث بمبعوثيه في 15 من أغسطس، أي بعد أسبوع تقريبا، ولكن في هذه الحالة حتى لو حدث مفاوضات وإيقاف للحرب، هل ستتخلى إيران أو حزب الله عن ثأرهم كما نقول وعن
ما وجههم في هذه الإهانة الكبيرة التي حدثت داخل أراضيهم؟ لا شك أنها إهانة كبيرة، لا شك أنها أكبر الصفعات التي تتعرض لها إيران ويتعرض لها حزب الله، لا يمكن إلا الرد، لكن بالاعتبارات السياسية والاعتبارات البراغماتية هذا وقف إطلاق النار في غزة هذا مطلب رئيسي لهذا المحور، هذا مطلب رئيسي لحزب الله منذ الخطاب الأول للأمين العام للحزب عندما قال أن وقف الحرب في غزة هو وحده الكفيل بوقف الحرب في لبنان. سيعتبرون وقف الحرب في غزة مع بقاء حركة حماس في داخل القطاع انتصار سياسي يمكن تسويقه على هذا الأساس. أعتقد أنه المخرج الوحيد، لكن ماذا تفعل بعقل مثل عقل نتنياهو؟ نتنياهو حتى هذه اللحظة لا يزال مصمم على مواصلة الحرب، لا يزال مصمم على كل المحاولات الدبلوماسية، لذلك باعتقادي الأمور لا تزال في غاية التعقيد، وعلينا أن ننتظر ماذا ستحمل الأيام المقبلة. بالفعل كل المنطقة تنتظر وكل العالم ينتظر ما سيحدث، هل ستكون حرب عالمية ثالثة أو يعافانا الله منها، أو ستعود التهدئة ويعود الوضع إلى سابق. السيد أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من بيروت عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك.